أزمة وقود جديدة تعيشها محافظة نينوى ولا سيما في مدينة الموصل، أزمة خلفت طوابير سيارات طويلة أمام محطات الوقود وسط تذمر السكان الذين يقضون ساعات كثيرة بانتظار حصولهم على مادة البنزين. أزمة البنزين يعني تفاقمت حل بمدينة الموصل، يعني صار السرة واحد يبات عن ما يجي السرة. هذا البنزين اذا يجي من الصبح يقفله ثلاث ساعات اربعة عن ما يفول، يعني وفردي وزوجي، نظام الفردي والزوجي، يعني ماكو حتى حلول الى حد الان ماكو. بالنسبه للسره مع البنزين والله يعني لاقي صعوبه، يعني حيل متاذين من شغله بهالشمس وبهالحار، ها واكو ناس كبار ما تطيق، مرضى. سكان الموصل أكدوا أن أزمة البنزين سببها قلة كميات الوقود المجهزة من قبل شركة المنتجات النفطية للمدينة، فضلا عن تهريب الوقود إلى خارج المحافظة. شهدت نينوى هذه الأشهر الماضية على مدار 6 أشهر أزمة بنزين في عموم محافظة نينوى بسبب تهريب هذا المنتوج إلى بعض منافذ الخارجية خارج محافظة نينوى. أزمة الوقود أضرت بالمصالح الحياتية للمواطنين، كما خلفت تبعات سلبية على الواقع الحياتي والمعيشي لأهالي الموصل، وسط وعود الحكومة والمسؤولين بحل الأزمة إلا أن الواقع يثبت عكس ذلك.